الفصح الأخير. هذا الأسبوع يعتبر من أهم الأسابيع في الرزنامة المسيحية، فهو خلاصة للبرنامج والمخطط الإلهي لعمل الفداء الكامل بموت المسيح الكفاري والنيابة عن كل البشرية. كان من عادة المسيح أن يذهب إلى أورشليم ليمارس الأعياد اليهودية، ولا سيما عيد الفصح. نقرأ أنه عندما كان في سن 12 ذهب مع والديه إلى أورشليم. الفصح هو أول الأعياد اليهودية في شهر أبيب في الربيع. الفصح يذكرنا في خلاص وإنقاذ شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر، وتحريرهم بعد فترة دامت 430 سنة. والأكثر أهمية نتذكر ذبيحة خروف الفصح الذي ينبغي أن يكون شاة صحيحة، ذكرا ابن سنة بلا عيب أو عورة أي كاملا. يذبح الخروف ويرش دمه ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا، فتكون علامة، مكتوب: فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة الهلاك حين أضرب أرض مصر. في يوحنا 13 الآية الأولى: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. طلب من بطرس بإعلان نبوي ويوحنا إعداد الفصح، وأرسلهم وأعطاهم العلامة أنهم يجدوا رجلا حامل جرة ماء، وهذا طبعا غريب على عادة البلاد لأن ملء الماء وحمل الأجرار كان من عمل النساء. والإعداد يتطلب تطهير البيت ومحيطه من أي خمير أو فتات خبز في أي زاوية، وعزل وتطهير كل الآنية من أي نجاسة، فالخمير يرمز إلى الخطية. وهذا يذكرهم بما حدث مع آبائهم عند خروجهم من مصر من أرض العبودية. الإعداد لوجبة الفصح: أولا تنقية البيوت من الخمير، ثم خروف الفصح يذبح في عيد الفطير قبل عيد الفصح بيوم، يذكرهم بالخلاص والنجاة من خلال دم الحمل، الدم الذي وضعوه على القائمتين والعتبة العليا. فالخروف كان آخر وجبة قبل خروجهم من أرض مصر. ينبغي ألا تكسر عظامه ويؤكل مشويا بالنار مع فطير، لا يؤكل مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار، لا يبقى منه إلى الصباح، فما تبقى منه ينبغي أن يحرق بالنار حتى يكون على أتم الاستعداد والسرعة للخروج من مصر. ثم يتناول فطير غير مختمر بسموه عندنا اليهود ماتسا، يذكرهم بأكلهم للخبز الغير مختمر بسرعة قبل خروجهم من مصر. ثم يتناول ماء مع ملح، يذكرهم بالدموع الكثيرة التي ذرفت خلال العبودية في مصر، وأيضا عبورهم في البحر الأحمر. ثم أعشاب مرة، الأعشاب تذكرهم بمرارة العبودية والزوفة التي استخدمت برش دم الحمل على القائمتين. ثم يتناول قطع من الحلويات عبارة عن مزيج وخليط من التفاح والتمر والرمان والمكسرات وعيدان من القرفة، تذكرهم بالقش والطين، المواد التي صنعوها للبناء خلال العبودية. ثم يتناول 4 كؤوس نبيذ خلال الوجبة، تذكرهم ب4 وعود الرب والعهد للخلاص من سفر الخروج إصحاح 6
والآية 6 و7. فعندما طلب يسوع من بطرس ويوحنا الإعداد للفصح، هذا ما يحدث في هذه المناسبة. المسيح كان سيد الأحداث وهو عالم أنه سينتقل. يوحنا 13 آية 3، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، لكي يكون التتميم للحمل الذي رآه إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 22 عندما قال الرب يرى. والحمل الذي تنبأ عنه إشعياء النبي كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاهم. ولكي يكون الحمل الذي يرفع خطية العالم، ولكي يكون هو فصحنا، إن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. من هذا نرى أن المسيح جاء ليحررنا من عبودية الخطية ولكي يكون هو الذبيحة الكفارية لأجل كل واحد منا.